الله البارئ، البارئ خلق الخلق بقدرته لا عن مثال سابق، القادر على إبراز ما قدره إلى الوجود. معنى اسم الله البارئ هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت والنقص والعيب والخلل. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم. الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم. ما الفرق بين اسم الله الخالق واسم الله البارئ واسم الله المصور؟ الخالق أي المبدع للخلق المخترع له على غير مثال سابق. البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. بينما المصور أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. المصور من أحدث الصورة على أي نحو شاء وعلى أي كيفية أراد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، صدق الله العظيم. حقيق بمن برأنا وهو بارئنا أن نتعبد ونتذلل له غاية التعبد والتذلل والقرب والإيمان باسم الله البارئ. والإيمان باسم الله البارئ يقتضي منا الإقرار بعلمه سبحانه بجزئيات خلقه، فقد قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سورة الملك الآية 14. وتعظيم الله تعالى وتكبيره وإجلاله، وذلك عند معاينة مخلوقاته العظيمة التي نراها، فقال عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، سورة النمل الآية 88. وإن كنت ترجو شفاء الروح من سقم فالجأ إلى بارئ الأسقام، الله الباري، واقرأ من الذكر أكثر وأكثر وأكثر. الدعاء بآخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم. اسمحوا لي أن أختم هذا الفيديو برقية كان يرقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خواتيم سورة الحشر: الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى،
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وأرجو وأتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم هذا الفيديو عن اسم الله البارئ. وفي نهاية هذا الفيديو أشكركم على المشاهدة، ونلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى من سلسلة أسماء الله الحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.